السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حلقة مراجعة لسنة تالتة اعدادي الترم الثاني على المنهج كله، وديت ان شاء الله هتبقى مراجعة سريعة تراجعها قبل الامتحان، وتبقى هي مراجعة ليلة الامتحان بإذن الله. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ عاوزك ما تنسيش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه مشتركتوش فيها، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. الوحدة الأولى عندنا اسمها التفاعلات الكيميائية، الدرس الأولاني فيها اسمه التفاعلات الكيميائية. يلا نبدأ نعرف يعني ايه تفاعل كيميائي. يا مستر، التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة. ليه بكسر؟ قالك عشان اكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. تاني، يبقى التفاعل الكيميائي ان انا بكسر روابط عشان ابني روابط تانية، يبقى هي كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. طيب بنتنقل بعد كده على انواع التفاعلات الكيميائية. عندي ثلاث انواع رئيسية يا مستر احنا خدناهم. عندي اول نوع اسمها تفاعلات الانحلال الحراري، رقم 2 تفاعلات الإحلال، رقم 3 تفاعلات الأكسدة والاختزال. عندك تفاعلات الإحلال بتنقسم لنوعين، في عندك إحلال بسيط وفي عندك إحلال مزدوج. عندك الأكسدة والاختزال برضو هناخدها على حسب حاجتين، في عندي مفهوم تقليدي وفي عندي مفهوم إلكتروني اللي هو حديث. طيب تعالوا كده نبدأ بأول نوع عندنا من التفاعلات، وهي تفاعلات الانحلال الحراري. من اسمها كده انحلال حراري، يعني بتحتاج حرارة، يعني بتتفكك. معنى كلمة انحلال يعني تفكك. طب عشان تتفكك محتاجة حرارة. طب يبقى تعالى كده نعرف الانحلال الحراري هي تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة. يبقى شرط أساسي فيها ايه؟ الحرارة، إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها. تاني، تفاعلات الانحلال الحراري هي تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها. طب أنواعها يا مستر أو صورها إيه تفاعلات الانحلال الحراري؟ عندي خمس صور. رقم 1 انحلال بعض أكاسيد الفلزات. أكاسيد الفلزات يا مستر لما بتنحل بالحرارة بتديني الفلز، خلي بالك من كلمة الفلز دي، وبيتصاعد غاز الاكسجين. مثال عندي، كان عندي اكسيد الزئبق الاحمر اللي هو 2HGO، ده اكسيد الزئبق لونه احمر، لما بينحل بالحراره بيديني الفلز اللي هو الزئبق، والزئبق ده لونه ايه؟ لونه فضي اللون، زائد تصاعد غاز الاكسجين. طيب عندي بعد كده رقم 2 انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات. طب الهيدروكسيدات يا مستر بتنحل بالحراره الى ايه؟ بتديني اكسيد فلز. بتديني اكسيد ايه؟ فلز. خلي بالك اللي فوق كان الاكسيد الفلز بيتحول لي بيديني فلز بس، اما هنا هيدروكسيد الفلز بيديني اكسيد فلز مش فلز، زائد بيتصاعد بخار ماء. عندك هيدروكسيدات الفلزات زي COOH الكل تقول له هي هيدروكسيد النحاس الازرق، لما بنعرضه للحراره بيديني CuO اللي هو اكسيد نحاس، ده لونه بيبقى اسود، زائد H2O بخار ماء. عندي رقم 3 او ثالث صورة انحلال معظم كربونات الفلزات. الكربونات لما بتنحل بالحرارة بتديني اكسيد الفلز برضو هو، زائد تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. هي اسمها كربونات، يبقى الغاز اللي هيطلع ثاني اكسيد الكربون. مثال عندي، عندك كربونات النحاس اللي هي CuCO3. كربونات النحاس دي لونها اخضر، كربونات النحاس دي لونها اخضر، دي لما بنعرضها للحراره بتديني اكسيد نحاس اللي هو CuO، زائد تصاعد غاز CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. عندي بعد كده انحلال معظم كبريتات الفلزات. الكبريتات يا مستر لما بتنحل بالحراره بتديني برضو اكسيد الفلز، زائد تصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت، يبقى اسمها كبريتات، يبقى الغاز اللي هيطلع اسمه ثالث اكسيد الكبريت. مثال عندي كبريتات النحاس اللي هي CuSO4. كبريتات النحاس دي لونها ازرق، لما بتنحل بالحراره بتديني CuO اللي هو اكسيد نحاس، زائد SO3 اللي هو غاز ثالث اكسيد الكبريت. طيب عندي بعد كده خامس صوره من الانحلال الحراري، وهي انحلال بعض نترات الفلزات. نترات الفلزات لما بتنحل بالحراره بتديني نيتريت الفلز، وبيتصاعد غاز الاكسجين. مثال عندي، عندي نترات الصوديوم اللي هي 2NaNO3، بينحل بالحراره بيديني 2NaNO2 اللي هي نيتريت صوديوم، ده لونه بيبقى ابيض مصفر، اما النترات كان لونها ابيض بس. طب زائد O2، يبقى تاني 2NaNO3 ساهم على حراره يديني 2NaNO2 زائد O2. المعادلات دي مهمه جدا يا سنه تالت.
طيب نتنقل بعد كده على النوع التاني. عندك في تعريف كده يقابلنا اسمه متسلسلة النشاط الكيميائي. التعريف ده مهم جدا، هي متسلسلة ترتب فيها العناصر الفلزية، خلي بالك من كلمة الفلزية، ترتيبا تنازليا. يبقى ترتيب تنازلي يعني من الكبير للصغير، من الأكثر نشاط للأقل نشاط حسب درجة نشاطها الكيميائي. يبقى تاني، متسلسلة النشاط الكيميائي هي متسلسلة ترتب فيها العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. عندي النوع التاني من التفاعلات يا مستر، وهي تفاعلات الإحلال. في عندي نوعين اتنين من الإحلال، في إحلال بسيط في عندي إحلال مزدوج. الإحلال البسيط هي تفاعلات كيميائية يتم فيها إحلال عنصر نشط محل آخر أقل منه نشاطا في محلول أحد مركبات. يبقى الإحلال البسيط بيتم بين العناصر وبعضها، بين عنصر نشط وعنصر أقل منه نشاط. طيب عندك الإحلال المزدوج، ده بقى تفاعلات كيميائية يتم فيها عملية تبادل مزدوج من اسمها، بين إيه؟ بين شقي اللي هما أيونين، يعني مركبين مختلفين لتكوين مركبين جديدين. يبقى دي المزدوج، الإحلال المزدوج بيتم بين الأيونات أو بين شقي المركبين. أما الإحلال البسيط بيتم بين العناصر النشطة والأقل منها نشاط. طيب عندك مثال على دي ومثال على دي، تعالوا كده ناخد أمثلة على تفاعل الإحلال البسيط. عندك إحلال فلز محل هيدروجين الماء. عندك الفلز مع المية بيديني هيدروكسيد الفلز ويبقى تصاعد غاز الهيدروجين. مثال عندي اللي هي معادلة الصوديوم مع الماء، دي معادلة مهمة جدا. الفلز عندي اللي هو الصوديوم 2NA زائد 2H2O، اللي هي المية يديني 2NaOH اللي هو هيدروكسيد صوديوم، زائد H2 اللي هو تصاعد غاز الهيدروجين، زائد هيت حرارة. طيب عندي بعد كده احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفي. يبقى اول واحده كانت احلال فلز محل هيدروجين الماء، الثانيه احلال فلز برضو بس محل هيدروجين الحمض المخفي. قال لك دي لما بيحل الفلز محل الحمض بيديني ملح الحمض وبيتكون غاز الهيدروجين او بيتصاعد غاز الهيدروجين. مثال عندي كان عندك زد ان الخرسين بيحل محل الهيدروجين فيه حمض الهيدروكلوريك، يبقى زد ان زائد 2 اتش سي ال ضايل يعني مخفف يديني زد ان سي ال 2 اللي هو ملح الحمض اللي هو كلوريد الخرسين، زائد اتش 2 تصاعد اللي هو تصاعد غاز الهيدروجين. وكان عندك كمان الالومنيوم، معادله الالومنيوم اللي هي 2 اي ال زائد 6 اتش سي ال ضايل يديك 2 اي ال سي ال 3 زائد 3 اتش 2، ماشي كده تصاعد. عندك تالت نوع من انواع تفاعلات الاحلال البسيط، وهي احلال فلز محل فلز. يبقى دي بقى احلال فلز ايه؟ محل فلز اخر في احد محل الاملاح. يبقى دي فلز محل فلز. قال لك دي بتحل بعض الفلزات محل الفلزات اللي بتليها في متسلسلة النشاط الكيميائي، يعني اللي بتيجي بعدها تليها دي، يعني بتيجي ايه بعدها. مثال عندي عندك المعادلة دي مهمة جدا 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 وجاية ان شاء الله في الامتحان بنسبة كبيرة. عندك ام جي المغنيسيوم زائد سي يو اس او 4 اللي هو محلول كبريتات النحاس. كبريتات النحاس دي لونها ازرق، لما المغنيسيوم انشط من النحاس لانه بيسبق فيخش مكان فيديك ام جي اس او 4 كبريتات مغنيسيوم عديمة اللون زائد سي يو راسب احمر. لما يجي يقول لك ازاي نحصل على راسب احمر من المغنيسيوم مع محلول مثلا كبريتات النحاس، قال لك بتحصل عليه من المعادله دي. يبقى ام جي زائد سي يو اس او 4 يديك ام جي اس او 4 زائد سي يو راسب احمر. السهم نازل لتحت دي معناها راسب، راسب لونه احمر. طيب يبقى هنا دي كده انواع الاحلال. يبقى في عندي احلال فلز محل هيدروجين الماء، دي معادله الصوديوم. احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف، دي معادله الخرسين والالومنيوم. عندي بعد كده احلال فلز محل فلز، ودي معادله المغنيسيوم مع كبريتات النحاس، ده محلول ودي مهمة جدا المعادلة دي. طب نتنقل على أنواع الإحلال المزدوج بقى. عندك الإحلال المزدوج اللي هو بيتم بين المركبين أو بين الشقين مركبين. عندي تفاعل حمض مع قلوي اللي احنا بنسميه تفاعل التعادل، ده أول نوع منه. يبقى حمض يتفاعل مع قلوي يديني إيه؟ ملح ومي. عندك القلوي NaOH، أي قلوي بعرفه بلاقي في آخره مجموعة الهيدروكسيد اللي هي OH، يبقى NaOH ده القلوي زائد HCl اللي هو الحمض يديك إيه؟ شك موجب شك سالب، شك موجب شك سالب، ثبت الموجب من هنا وياخد السالب منك يديك ان اي سي ال اللي هو كلوريد الصوديوم زائد اتش 2 او اللي هو الماين. طيب عندي بعد كده تاني نوع اللي هو تفاعل حمض بس المره دي مع ملح. قال لك يتوقف ناتج تفاعل حمض مع ملح على نوع الحمض وعلى نوع الملح. فعندي عندك المعادله المشهوره اللي هي
ملح كربونات الصوديوم اللي هو Na2CO3 لما يتفاعل مع الحمض اللي هو 2HCl سهم ضايل يعني مخفف يدينا 2NaCl اللي هو ملح الحمض كلوريد الصوديوم زائد ميه اللي هي H2O زائد CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. بكشف عنه ازاي؟ لما بنمرره في محلول ماء الجير الرائد بيتعكر. طب عندي ثالث نوع من انواع تفاعلات الاحلال المزدوج، وهي تفاعل محلول ملح مع محلول ملح اخر. ده بنسميه تفاعل الترسيب، يبقى ملح مع ملح ده اسمه ترسيب، احد الاملاح هيترسب. بيتفاعل محلول ملحين مع بعضهم لتكوين ملحين جديدين، واحد بيدوب والتاني ما بيدوبش اللي هو بيترسب يعني. مثال عندك المعادله دي برضو مهمه، اللي هي NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم زائد AgNO3 اللي هو نترات الفضه، هتثبت برضو شق موجب شق سالب، شق موجب شق سالب، يبقى هيدينا NaNO3 اللي هي نترات الصوديوم، وهينزل راس بلونه ابيض اللي هو AgCl اللي هو كلوريد الفضه. ده يجي يقول لك ازاي نحصل على راس ابيض، هيبقى من المعادله دي، ده اسمه كلوريد الفضه، ده راس ابيض والسهم اللي تحت اهو. طيب احنا كده تاني، يبقى انواع الاحلال المزدوج، في عندي تفاعل حمض مع ملح اللي هو كربونات الصوديوم، عندك ملح مع ملح اللي هو تفاعل الترسيب اللي هو زي كلوريد الصوديوم مع نترات الفضه، عندك حمض مع ملح اللي هو كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك، وعندك حمض مع قلوي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. طيب كده خدنا انواع الاحلال البسيط، ندخل في ثالث نوع عندنا من التفاعلات وهي الاكسده والاختزال، ودي بناخدها حسب المفهوم التقليدي وحسب المفهوم الالكتروني اللي هو الحديث. قال لك عندك حسب المفهوم التقليدي هنعرف العامل، هنعرف عمليه الاكسده ايه هي، هنقول له هي عمليه كيميائيه بينتج عنها زياده نسبه الاكسجين في الماده او نقص نسبه الهيدروجين. طب حسب المفهوم الحديث عمليه الاكسده هي عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر الكترون او اكسر، يبقى بتفقد فيها ذرة العنصر الكترون او ايه او اكسر. طيب عندك هنا عملية الاختزال حسب المفهوم التقليدي هي عملية كيميائية بينتج عنها نقص نسبة الاكسجين في المادة او زيادة نسبة الهيدروجين. طب حسب المفهوم الالكتروني او الحديث عملية الاختزال هي عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر الكترون او اكسر. طب العامل المؤكسد حسب المفهوم التقليدي هو المادة التي تمنح الأكسجين، يعني بتعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أثناء التفاعل. طب حسب المفهوم الإلكتروني هو المادة التي تكتسب إلكترونات أو إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل، لأنه لا فلز، يبقى لا فلزات هي عوامل مؤكسدة. طب عندي بعد كده العامل المختزل حسب المفهوم التقليدي هو المادة التي تنتزع الأكسجين أو تعطي الهيدروجين أثناء التفاعل. حسب المفهوم الالكتروني هو الماده التي تفقد الكترونا او اكثر اثناء التفاعل، لانها فلزات، الفلزات عامل مختزل. مثال عندي حسب المفهوم التقليدي عندك معادله الهيدروجين مع اكسيد النحاس، عندك برضو ازاي تحصل على راس بلونه احمر، برضو دي المعادله الثانيه اللي هناخدها، اللي هي H2 هيدروجين زائد CuO اللي هو اكسيد نحاس بواسطه الحراره، عندك الهيدروجين ده عامل مختزل هيحصل له عمليه اكسده، فهينتزع الاكسجين من اكسيد النحاس، فهيخرج بدل ما هو هيدروجين بس هيخرج بقى هيبقى H2O، هياخد الاكسجين اهو فبقى كده ميه. وعندك CuO كان عامل مؤكسد لانه كان معاه الاكسجين، فهيحصل له عمليه اختزال فخرج من غير الاو، اتخطف منه الاو فبقى Cu بس راس احمر. عندي بقى بعد كده حسب المفهوم الالكتروني الصوديوم ده فلز هيفقد الكترونات فيتحول الى ايون صوديوم موجب زائد الالكترون اللي فقده، فهنا عمليه ايه اكسده طالما فقد الكترونات. الكلور لا فلز هيحصل له عمليه، هو اصلا عامل مؤكسد هيحصل له عمليه اختزال، عمليه الاختزال يعني اكتساب الكترونات، هيكتسب الالكترون اللي الصوديوم فقده بواسطه الاختزال فهيديني ايون كلور سالب. طيب نتنقل بعد كده على الدرس الثاني عندنا اللي هو سرعه التفاعل الكيميائي. ما المقصود بسرعه التفاعل الكيميائي؟ هو التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل خلال وحدة الزمن. تاني ايه هو سرعة التفاعل الكيميائي؟ هنقول له هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل خلال وحدة الزمن. طب تختلف التفاعلات الكيميائية في سرعة حدوثها، فهناك ايه انواع التفاعلات؟ في عندي يا مستر تفاعلات سريعة جدا، في عندي تفاعلات بطيئة نسبيا، في عندي تفاعلات بطيئة جدا، وفي تفاعلات بطيئة جدا جدا. يبقى في واحدة سريعة والتلاتة التانيين بطاء، بس في واحدة بطيئة نسبيا، الثانية بطيئة جدا، والتالتة بطيئة جدا جدا. السريعة زي الألعاب النارية وأنت مغمض عينيك، الألعاب النارية دي اللي هي زي الشماريخ والصواريخ وغيرها. البطيئة نسبيا زي تفاعل الزيت مع الصودا لتكوين الصابون.
التفاعلات البطيئة جدا، كل كلمة من دي مهمة بتفرق في الإجابة. بطيئة جدا دي زي صدى الحديد، زي صدى الإيه؟ الحديد. بطيئة جدا 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 قال لك دي زي تكوين البترول أو النفط في باطن الأرض، تمام كده؟ طب دي كده أنواع التفاعلات من حيث سرعة حدوثها. عندك في تفاعل تفكك خمس أكسيد النيتروجين، عندك ده بيبقى التفاعل بيبقى علاقة بين التركيز، وحدة قياس التركيز هو مول على اللتر، وعلاقة بين الزمن، والزمن هنا بالدقيقة، يبقى تاني يبقى دي علاقة بين التركيز والزمن. عندك المتفاعلات بتبدأ كبيرة وبعدين مع التفاعل بيبدأ يقل لغاية ما توصل في نهاية التفاعل صفر. المتفاعلات عندي اللي هو تفكك خمس أكسيد النيتروجين اللي هو N2O5، والنواتج عندي ناتجين اتنين هم، الناتج اللي هو الأحمر والتاني اللي هو اللي تحت ده. عندك بينتج أكسجين وبينتج ثاني أكسيد النيتروجين، تمام؟ طب يبقى إذا تركيز المتفاعلات اللي هو خمس أكسيد النيتروجين اللي هو N2O5 بيبقى أكبر ما يمكن في بداية التفاعل 100%، والنواتج بتبقى 0%. بمرور الوقت بيبدأ يقل تركيز المتفاعلات ويزيد تركيز النواتج، في نهاية التفاعل بتزيد، بيبقى تركيز المتفاعلات صفر وبيبقى تركيز النواتج هو اللي 100%، يبقى الاتنين عكس بعض. طيب عندي بعد كده تقاس سرعة التفاعل، خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا، بيجيبها لك أكمل أو صح وغلط أو اختر. تقاس سرعة التفاعل الكيميائي عمليا بمعدل نقط، يجي لك السؤال ده أكمل كده، هتقول له بمعدل إيه؟ واحد اختفاء إحدى المواد المتفاعلة أو ظهور إحدى المواد الناتجة. تاني يبقى لما يجي يقول لك أكمل تقاس سرعة التفاعل الكيميائي عمليا بمعدل نقط، هتقول له باختفاء إحدى المواد المتفاعلة أو ظهور إحدى المواد الناتجة. طيب عندي بعد كده العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي، في عندي أربع حاجات: طبيعة المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، درجة حرارة التفاعل، العوامل الحفازة والإنزيمات. طيب نتنقل بعد كده على أول حاجة طبيعة المتفاعلات. طبيعة المتفاعلات دي نوعين، في عندك نوع الترابط في جزيئات المواد المتفاعلة، وفي عندك مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرض للتفاعل. نوع الترابط نوعين، في عندي مركبات أيونية اللي هو ترابط أيوني، وفي عندي مركبات تساهمية. المركبات الأيونية بتكون تفاعلاتها إيه؟ سريعة. ليه؟ لأنها تتفكك كليا عند ذوبانها في الماء وتعطي إيه؟ أيونات، فبالتالي بيكون التفاعل بين الأيونات وبعضها يعني زي ما احنا شايفين موجب سالب موجب سالب، أيون موجب أيون سالب، فالتفاعل هنا بيبقى سريع. أما المركبات التساهمية تفاعلاتها بتبقى بطيئة. ليه؟ لأنها لا تتفكك عند ذوبانها في الماء كليا، يعني يصعب تأيونها يعني، وبالتالي بيكون التفاعل هنا مش بين الأيونات، أمال بين إيه؟ بين الجزيئات. فبص كده بين الجزيئات وبعضها، فبالتالي هنا التفاعل بيبقى بطيء. يبقى ليه تفاعل المركبات الأيونية بيبقى سريع؟ لأنه بيتم بين الأيونات وبعضها. ليه المركبات التساهمية بتبقى بطيء؟ لأنه بيبقى بين الجزيئات. طب عندي تاني حاجة بتوقف على طبيعة المتفاعلات، وهي مساحة السطح. كل ما زادت مساحة السطح بتاعة المواد المتفاعلة زادت سرعة التفاعل الكيميائي، العلاقة بينهم طردية، تزيد مساحة السطح تزيد سرعة التفاعل. ازاي؟ لو انا عندي معلقة سكر مسحوق وعندي مكعب سكر، مين التفاعل اللي هيبقى اسرع؟ قال لك المعلقة السكر المسحوق او البودر. ليه؟ لان مساحة سطحه اكبر، فبالتالي الجزيئات هتقدر تتوغل وتدخل جوه وتلمس الحاجات اللي جوه الجزيئات اللي جوه، فالتفاعل هنا هيتم بسرعة. اما هنا مساحة السطح المعرض للتفاعل هو الجزء اللي بره بس، فبالتالي هنا مساحة السطح أصغر في حالة المكعب، فبالتالي التفاعل هيبقى أبطأ. أما في حالة السكر المسحوق بيبقى الجزيئات المعرضة للتفاعل مساحة السطح بتبقى أكتر، فعشان كده مساحة السطح الكبير تفاعلاته بتبقى أزيد. طب نتنقل بعد كده على تاني حاجة، زيادة تركيز المتفاعلات، وتالت حاجة زيادة درجة الحرارة. الاتنين دول بيزيد عدد التصادمات، يبقى بزيادة التركيز تزيد عدد التصادمات، وبرضه بزيادة درجة الحرارة اللي بيحصل بتزيد عدد التصادمات المحتملة. لما تزيد التصادمات بتزيد سرعة التفاعل الكيميائي، تمام كده؟ يبقى تاني يبقى يزيد عدد التصادمات تزيد سرعة التفاعل الكيميائي، تقل عدد التصادمات تقل سرعة التفاعل الكيميائي. يبقى هنا بزيادة التركيز بتزيد عدد الجزيئات، ولما الجزيئات تزيد يزيد التصادمات، ولما التصادمات تزيد يزيد سرعة التفاعل. برضه نفس الحكاية بزيادة درجة الحرارة، بتزيد سرعة الجزيئات، ولما سرعتها بتزيد بيزيد عدد التصادمات، ولما عدد التصادمات بيزيد بتزيد سرعة التفاعل. رابع عامل وهي العوامل الحفازة والإنزيمات. إيه هو العامل الحفاز أو المساعد؟ التعريف ده مهم. هو مادة كيميائية بتغير من سرعة التفاعل أو من معدل التفاعل دون أن تتغير، دون أن تتغير. يبقى هو بس بيغير لي من سرعة التفاعل، بس هو ما بتغيرش. انواع التفاعلات العامل الحفاز فيها عندي نوعين، في عندي تفاعلات حفز موجب وفي تفاعلات حفز سالب.
الحفز الموجب دي تفاعلات كيميائية بيكون فيها العامل الحفاز الموجب بزيادة سرعة التفاعل. أما تفاعلات الحفز السالب هي تفاعلات كيميائية بيكون فيها العامل الحفاز السالب بخفض سرعة التفاعل الكيميائي. يبقى واحد بيعلي التفاعل بيزود التفاعل والتاني بيخفض التفاعل. عندي بعد كده خواص العامل الحفاز دي مهمة جدا. واحد إن هو بيغير من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن يؤثر على بدء أو إيقاف التفاعل. اتنين لا يحدث له أي تغير كيميائي أو نقص في كتلته، خلي بالك الحتة دي مهمة جدا بعد انتهاء التفاعل، يعني مثلا لو هو دخل بخمسة جرام يخرج باتنين جرام، لا يخرج برضه بخمسة جرام، دي معناها أو نقص في كتلته. عندي بعد كده تالت حاجة يرتبط أثناء التفاعل بالمواد المتفاعلة ثم ينفصل عنها بسرعة لتكوين النواتج في نهاية التفاعل. رابع حاجة يقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل. خامس حاجة غالبا ما تكفي كمية صغيرة منه لإتمام التفاعل. عندي بعد كده الإنزيمات إيه هي؟ هي مواد كيميائية بينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة بتزود من سرعة التفاعلات البيولوجية اللي هي الحيوية. طب يبقى تاني، الإنزيمات هي مواد كيميائية بينتجها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفازة بتزيد من سرعة التفاعلات الإيه؟ البيولوجية. دي بتبقى داخل أقسام الكائنات الحية بقى. طيب نيل بعد كده الوحدة التانية عندي اللي هي الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي. الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي يقول لي ما المقصود بالتيار الكهربي؟ هو تدفق الشحنات الكهربية خلال الموصلات المعدنية في الدائرة الكهربائية المغلقة، أو هو تدفق الشحنات الكهربائية السالبة في مادة موصلة. عندي خصائص التيار، عندي شدة التيار، فرق الجهد، المقاومة الكهربية. إيه هي شدة التيار؟ إحنا كنا عاملينها في قوانين تيتا كبرها الزمنية، كمية الكهربية اللي هي مقدار الشحنة الكهربائية المتدفقة عبر مقطع موصل في زمن قدره 1 ثانية. فرق الجهد هو مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي موصل. المقاومة هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء سريانه في الموصل. وعندي نوعين اتنين من المقاومات، في مقاومة ثابتة وبنرمز لها بالرمز ده لما نيجي نرسمها، وفي مقاومة تانية اسمها مقاومة متغيرة اللي هي بنسميها الريوستات، وبتبقى بالشكل ده كده، تبقى كده وعلى سنة دي بنقدر نغير منها. طيب عندك كمان وحدة قياس شدة التيار الأمبير، وحدة قياس فرق الجهد الفولت، والقوة الدفعة الكهربية نفس الحكاية برضو فولت. عندي المقاومة وحدة قياسها الأوم. طب الجهاز اللي بنستخدمه والرمز، الجهاز اللي بستخدمه في قياس شدة التيار اسمه الأميتر، وبيبقى رمزه كده دايرة وفيها إيه كابيتال، وبيبقى موجب وسالب، الموجب أحمر والسالب أسود. عندك فرق الجهد بقيسه بجهاز اسمه الفولتاميتر، وده بيبقى دايرة وفي وسطها حرف V، وبيبقى برضه موجب وسالب. عندك المقاومة بقيسها بجهاز اسمه الأوميتر، اوعى تتلخبط بين الأوميتر والأميتر، تمام؟ الأوميتر في حرف الواو وده بتاع المقاومة، أما الأميتر بتاع شدة التيار. عندي بعد كده طرق توصيله في الدايرة، الأميتر بنوصله على التوالي، أما الفولتاميتر بيوصل على التوازي، تمام كده؟ طيب عندي القانون بتاع شدة التيار، شدة التيار تيتا كبرها الزمن بتساوي كمية الكهربية على الزمن اللي هي كاف على زين. أما فرق الجهد جدو الشغل كبره، يبقى عندك جدو اللي هو جيم الشغل اللي هو الشغل على كبره، جدو الشغل كبره يبقى جيم بتساوي الشغل المبذول على كمية الكهربية. عندي تالت قانون المقاومة، المقاومة اللي هي ميم بتساوي فرق الجهد جيم على شدة التيار ت، يبقى فرق الجهد على شدة الإيه؟ التيار. طيب عندي بعد كده تعالوا يلا نعرف الامبير. ما المقصود بالامبير؟ هنقول له هو شدة التيار الكهربي المار في موصل مقاومته 1 اوم عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. الامبير بيساوي فولت على الاوم. طب الكولوم هو الشحنة الكهربية المنقولة بتيار ثابت شدته 1 امبير في الثانية الواحدة. الجهد الكهربي الموصل، التعريف ده مهم جدا يا سنة تالتة، بيجي في كل امتحان. هنقول له الجهد الكهربي الموصل هو حالة الموصل الكهربائي التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. تاني، الجهد الكهربي الموصل هو حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. تعريف الفولت هو فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته 1 أوم يمر خلاله تيار كهربي شدته 1 أمبير، وطبعا الفولت بيساوي أمبير في أوم. عندك بعد كده الأوم هو مقاومة موصل يمر به تيار كهربي شدته 1 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت، والأوم بيساوي فولت على الأمبير. عندي بعد كده قانون أوم، برضو قانون أوم ده مهم جدا بيجي في الامتحانات كتير، بيقول لك تتناسب شدة التيار الكهربي المر في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة. تاني،
قانون أوم تتناسب شدة التيار الكهرباء المار في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة. نتنقل بعد كده الدرس التاني عندنا، وهو التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. مصادر التيار الكهربي عندي نوعين اتنين من المصادر، خلايا كهروكيميائية وعندي مولدات كهربية. أنواع التيار نوعين، في عندي تيار كهربي مستمر وفي عندي تيار كهربي متردد. عندك الخلايا الكهروكيميائية هي خلايا بتتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى كهربية، يبقى من اسمها كهروكيميائية، يبقى بتحول الكيميائية إلى إيه؟ إلى كهربية. أما المولدات الكهربية هي أجهزة بتتحول فيها الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، يبقى تاني هي أجهزة بتتحول فيها الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. طيب عندك بعد كده التعريف بتاع التيار الكهربي المستمر، هو تيار ثابت الشدة يسري في اتجاه واحد فقط في الدائرة الكهربية. عندك التيار المتردد، هو تيار متغير الشدة يسري في اتجاهين متضادين بالدائرة الكهربية. عندك الاتجاه، التيار المستمر الإلكترونات بتتجه في اتجاه واحد فقط من أحد قطبي الخلية الكهروكيميائية ثم تعود إلى القطب الآخر. أما هنا تنساب الإلكترونات في اتجاه معين ثم تبدأ في الانساب في الاتجاه المعاكس، وتتكرر هذه العملية مرات كثيرة متلاحقة. التمثيل البياني، التيار المستمر الرسمة بتاعته دي مهمة، بيبقى علاقة هي بين شدة التيار والزمن، وبيبقى خط مستقيم كده موازي لمحور الزمن. ده كده الرسمة دي أول ما تقابلها ويجي يقول لك ارسم التيار المستمر، بيترسم بالشكل ده. شكل التيار المتردد بيبقى كده قمم وقيعان، يزيد وبعدين يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل وهكذا، ماشي كده، دي قمم وقيعان، ده تيار متردد. عندك بعد كده التيار المستمر من حيث إمكانية نقله، يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط، أما المتردد يمكن نقله لمسافات قصيرة أو طويلة. التيار المستمر يمكن لا يمكن تحويله إلى تيار متردد، معرفش أحوله المتردد، لكن المتردد يمكن تحويله إلى مستمر. عندك استخدامات التيار المستمر، بيستخدم في عمليات الطلاء الكهربي زي طلاء شوكة معدنية، بيستخدم كمان في تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية، خلي بالك من كلمة بعض دي. أما التيار المتردد بيستخدم في إنارة المنازل والشوارع، بيستخدم في تشغيل معظم الأجهزة الكهربائية، معظم الأجهزة الإيه؟ الكهربائية. طيب بنتنقل بعد كده على طرق توصيل الأعمدة، في عندي توصيل على التوالي وفي عندي توصيل على التوازي. توصيل على التوالي بنستخدمه للحصول على أكبر قيمة للقوة الدفع الكهربائية، يبقى لما يجي يقول لك عايز أحصل على بطارية قوتها الدفع الكهربائية أكبر ما يمكن هنستخدم التوالي. التوالي بيبقى إيه؟ ورا بعض كده، عمود ورا عمود ورا عمود كده، بيبقوا كلهم متتاليين وبيبقوا جزء من الدايرة، يعني لو شلت واحد منهم الدايرة تتفتح. أما التوازي بنستخدمه للحصول على أقل قيمة للقوة الدفع الكهربائية، يعني لو قال لك عايز بطارية القوة الدفع الكهربائية لا أقل ما يمكن هنستخدم التوازي. التوازي بيبقوا تحت بعض كده، عمود تحت عمود تحت عمود بالشكل ده كده، بيوازوا بعض ماشي، كلهم بيخرجوا بقيمة عمود واحد. طيب نتنقل بعد كده الدرس الثالث، النشاط الإشعاعي والطاقة النووية. النشاط الإشعاعي هو عملية تحول تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة الموجودة في الطبيعة للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا. التعريف ده مهم قوي، يبقى لما يجي يقول لك ما المقصود بظاهرة النشاط الإشعاعي، طبيعي هنقول له هي عملية تحول تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة كمحاولة للوصول إلى تركيب أكثر استقرار. طب التلوث الإشعاعي إيه هو؟ هو ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها، يبقى في حاجتين، كمية الإشعاعات بتزيد وزيادة النوعية بتاعتها في البيئة المحيطة. يقاس الإشعاع الممتص بواسطة جسم الإنسان بوحدة، السؤال ده مهم أوي، السفرت اللي هو رمزه اس في، الحد الأقصى للجرعة الآمنة للعاملين في الإشعاع، الناس اللي شغالة جوه الإشعاع ده الجرعة بتاعتهم، الجرعة الآمنة للعاملين في مجال الإشعاع هو إيه؟ قال لك هو 20 ملي سفرت، 20 ملي إيه؟ سفرت، الناس اللي شغالة جوه الإشعاع أو في مجال الإشعاع في السنة الواحدة، يبقى ما يتعرضش لأكتر من 20 ملي سفرت فين؟ في العام الواحد. أما الجمهور اللي هو بقى الناس اللي زي حالتنا اللي هما مالهمش علاقة بالإشعاع، المفروض إن هو ما يتجاوزش 1 ملي سفرت، وطبعا الملي سفرت بيساوي 10 أس سالب 3 صفر، 10 أس سالب 3 إيه؟ صفر. طيب يبقى الناس اللي شغالة في الإشعاع 20 ملي سفرت، الجمهور 1 ملي سفرت في السنة. تمام. عندي بعد كده مصادر التلوث الإشعاعي، في مصادر طبيعية وفي مصادر صناعية. المصادر الطبيعية ديت بيبقى مصادر الإشعاع الطبيعية الموجودة على سطح الأرض زي مثلا العناصر المشعة أو الأشعة الكونية القادمة من الفضاء الخارجي. عندك مصادر صناعية، دي زي تجارب تفجير القنابل الذرية أو النفايات المشعة
من المفاعلات النوويه، او النفايات المشعه اللي جايه من المفاعلات النوويه بتجارب تفجير القنابل اللي بتجرى بعض الدول، او النفايات المشعه اللي جايه منين من المفاعلات النوويه. عندي بعد كده تاثير الاشعه على جسم الانسان. عندك تاثيرات نتيجه التعرض لجرعه اشعاعيه كبيره خلال فتره زمنيه قصيره. ده بيعمل ايه؟ بيدمر لك نخاع العظام، بيدمر لك الطحال، بيدمر لك الجهاز العصبي المركزي، بيدمر لك الجهاز الهضمي. وفي عندي تاثيرات نتيجه التعرض لجرعه اشعاعيه صغيره خلال فتره زمنيه طويله، ودي بتسبب ثلاث حاجات مجمعينها في كلمه اسمها وبخه او بوخه: تاثيرات وراثيه، وفي تاثيرات بدنيه وخلويه. الوراثيه دي تجارب بتحصل في تركيب الكروموسومات الجنسيه للاباء، وده بينتج عنها ولاده اطفال مشوهين او غير عاديين. البدنيه دي بتطرأ على جسم الكائن الحي مثل سرطان الجلد. الخلوية دي بيحدث تغير في تركيب الخلايا، ودي زي تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم فيصبح غير قادر على حمل الأكسجين. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بستخدمها في مجال الطب، في مجال الزراعة، في الصناعة، في توليد الكهرباء، في الفضاء، في التنقيب عن البترول وعن المياه. طيب التنقيب عن المياه الجوفية. طيب عندي بعد كده طرق الوقاية من التلوث الإشعاعي: واحد، ارتداء المتعاملين مع المواد المشعة الملابس الواقية من الإشعاع، وضع قوانين خاصة تلزم المحطات النووية بتبريد المياه الساخنة قبل إلقائها في البحار أو البحيرات، التخلص من النفايات النووية بعدة طرق تختلف وفقا لقوة الإشعاعات الصادرة عنها، دفن النفايات المشعة في أماكن بعيدة عن مجرى المياه الجوفية ومناطق مستقرة خالية من الزلازل. طيب بتنقل بعد كده على الجينات والوراثة، الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة. عندي أنواع الصفات: في صفات وراثية وفي صفات مكتسبة. الصفات الوراثية هي الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر، زي لون الجلد، زي فصلة الدم، زي لون الشعر. أما الصفات المكتسبة صفات غير قابلة للانتقال من جيل لآخر، زي تحدث اللغات، تعلم المشي، لعب كرة القدم. عندك مبدأ السيادة التامة هو ظهور الصفة الوراثية السائدة في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الآخر. تاني، التعريف ده مهم، بيجي في الامتحانات. مبدأ السيادة التامة هو إيه؟ هو ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول. إمتى؟ عند تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة اللي بيحملها الآخر. عندك بعد كده أسباب اختيار منديل النبات البازلاء، ده بيجي كتير برضو في الامتحانات. ست حاجات: واحد، تعدد أصناف النبات التي تحمل أزواج من الصفات المتضادة والتي يسهل تمييزها بالعين المجردة. 2، إنتاج النبات لأعداد كبيرة من الأفراد في الجيل الواحد. 3، سهولة تلقيحه صناعيا. 4، أزهار النبات خنسة وبالتالي يمكن تلقيحها ذاتيا. قصر دورة حياته، سهولة زراعته وسرعة نموه. طب عندي بعد كده الفرد الهجين، هو الفرد اللي بيحمل عاملين مختلفين أحدهما صفة سائدة والآخر للصفة المتنحية. الفرد النقي تعريفه مهم، هو الفرد اللي بيحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة أو عاملين متماثلين للصفة المتنحية. عندي بعد كده الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر عند اجتماع عاملين متماثلين للصفة السائدة أو عامل للصفة السائدة مع عامل للصفة المتنحية. من الصفات السائدة في الإنسان عندك العيون البنية، الشعر المجعد، الشعر الأسود، العيون الواسعة، كل دي صفات سائدة. الصفة المتنحية هي الصفة التي لا تظهر إلا عند اجتماع عاملين وراثيين متماثلين للصفة المتنحية. من الصفات المتنحية في الإنسان عندك العيون الملونة، الشعر الناعم، الشعر الفاتح، العيون الضيقة، كل دي صفات متنحية. طيب عندي بعد كده قانون مندل للوراثة. في عند القانون الأول لمندل قانون انعزال العوامل، تعرف اسم القوانين، بيقول لك إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد، يبقى اللي بيميز القانون الأول إن هو زوج واحد، من الصفات المتضادة فإنهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا به صفة أحد الفردين فقط اللي هي الصفة السائدة، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3 سائدة إلى 1 متنحي. عندك القانون الثاني اسمه قانون التوزيع الحر للعوامل، بيقول لك إذا تزاوج فردان نقيان مختلفين، المرة دي بقى فين؟ في زوجين أو أكثر، ده اللي بيميز القانون الثاني إن هو زوجين أو أكثر من الصفات المتقابلة، تورث صفة كل زوج منهما مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. عندك مثال على القانون الأول، عندي نبات بسلة أبيض الأزهار وأحمر الأزهار، هو زوج واحد من صفاته أحمر وأبيض، زوج يعني اتنين صفتين.
عندك ار كابيتال، ار كابيتال هيتزاوج مع ار سمول، ار سمول اللي هو ابيض الازهر. نعزل العوامل يبقى ار كابيتال ار كابيتال، ار سمول ار سمول، بعد كده يبقى ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول بنسبة 100% هم ظهروا في الجيل الاول الصفة السائدة وبتبقى هجين. عندك بعد كده الجيل الثاني يبقى ار كابيتال ار سمول هيتزاوج مع ار كابيتال ار سمول، هيديك ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول دي الامشاك. بعد كده ار كابيتال ار كابيتال، ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول، ار سمول، ار سمول. يبقى بنسبة 3 اللي هي 75% صفة سائدة إلى 1 اللي هي 25% صفة مترحية في الجيل الثاني. أما هنا بقى قانون الثاني لمندل صفتين، يعني زوجين، يعني أربع صفات. هنا أحمر الأزهار جانبي، هنا أبيض الأزهار طرف، يعني شوف كم صفة، 1 2 3 4 4 صفات اللي هم زوجين. عندك هنا يبقى ار كابيتال ار كابيتال، اس كابيتال اس كابيتال، هيتزاوج ار سمول ار سمول، اس سمول اس سمول. يبقى هنا التشابه ما بنكررش، يبقى هناخد ار كابيتال واس كابيتال وار سمول واس سمول، هيديك ار كابيتال ار سمول اس كابيتال اس سمول. كده 100% نباتات حمراء الازهار جانبيه هجين في الجيل الاول. بعد كده ناخد دول نزوجهم عشان نطلع الجيل الثاني، هم دول الاباء بتوع الجيل الثاني. هيبقى 1 2 3 4 يبقى ار كابيتال اس كابيتال، ار كابيتال اس سمول، اس سمول، ار سمول اس كابيتال، ار سمول اس سمول، وهكذا نطلع الجينات بتاع كل واحد مكعب. طبعا في حلقات انا شارح فيها الكلام ده كله بالتفصيل بتاع المسائل، حلقات اسمها الصوره المصغره بتاعتها اسمها الخلاصه في قوانين مندل الوراثه، راجعهم ان شاء الله مش هتقابلك اي مساله وراثه لو انت حللها، وشارح فيها الجدول ده بالتفصيل وازاي بترسمه، فارجع للحلقات دي تاني. نتنقل بعد كده عندك الجينات. ايه هي الجينات؟ هي اجزاء من الحمض النووي. تعريف الجين ده مهم قوي. يبقى اجزاء من الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه، موجوده عفين على الكروموسومات ومسؤوله عن اظهار ايه، الصفات الوراثيه للكائن الحي. تاني، الجينات اجزاء من الحمض النووي دي ان ايه موجوده على الكروموسومات ومسؤوله عن اظهار الصفات الوراثيه. اليه عمل الجين دي مهمه جدا برضو، اللي اكتشفها بيدل وتاتهم العلمية. قال لك ان الجين بيعطي انزيم، والانزيم بيعمل تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي بينتج بروتين، والبروتين هو اللي بيظهر لي الصفه الوراثيه. تمام. طيب عندك الجينوم البشري هو الخريطه الوراثيه الكامله للجينات البشريه الموجوده بالكروموسومات البشريه. تاني، الخريطه الوراثيه الكامله للجينات الموجوده بالكروموسومات الايه، البشريه. طيب عندي بعد كده التنظيم الهرموني في الانسان. ايه هي الهرمونات؟ هي ماده كيميائيه، التعريف ده برضو بيجي في امتحانات كتير. تنظم، يبقى ماده كيميائيه تنظم معظم الانشطه والوظائف الحيويه، بالانشطه والوظائف الحيويه في جسم الكائن الحي. عندك الغدد الصماء، هي غدد لا قنويه بتفرز او بتصب افرازاتها في الدم مباشره من الهرمونات دون المرور في قنوات. عندك اهم الغدد الصماء في جسم الانسان، عندك الغده النخاميه، عندك الغده الدرقيه، الغدتان القذريتان، البنكرياس، المبيضان، الخصيتان. عندك، تعالوا كده ناخد الغدد. الغده النخاميه مكانها فين يا ماستر؟ اسفل المخ. بتفرز الهرمونين، بتفرز هرمون النمو، الهرمون الميسر للولادة، هرمون منظم للماء، عندك الهرمون المنشط للغدد التناسلية قرب سن البلوغ، هرمون المنشط للغدد الثدييه لإفراز اللبن، هرمون المنشط للغدتين الكظريتين، الهرمون المنشط للغدة الدرقية. عندك أهمية الغدة النخامية إيه؟ تسمى سيدة الغدد الصماء. يجي يقول لك تسمى الغدة النخامية باسم نقط، هتقول له سيدة الغدد الصماء أو الغدة الرئيسية، هي لها تسميتين، سيدة الغدد الصماء أو الغدة الرئيسية، لأنها تفرز العديد. السؤال ده لو جالك عليه بيجي عليه الكتير، مهم برضو. يجي يقول لك ليه الغدة النخامية تسمى سيدة الغدد الصماء؟ هتقول له لأنها تفرز العديد من الهرمونات اللي بتنظم عمل أو بتنظم أنشطة معظم الغدد الصماء الأخرى. عندنا تاني غدة، عندنا اللي هي الغدة الدرقية، دي بتوجد اسفل الحنجره على جانبي القصبه الهوائيه، بتفرز هرمونين، هرمون اسمه السيروكسين اللي هو الدرقين، والهرمون التاني اسمه الكالسيتونين. هرمون السيروكسين ده اهميته مهم جدا، بيجي في كل امتحان هتقول له اطلاق الطاقه اللازمه للجسم من المواد الغذائيه، دي اهميه هرمون السيروكسين. طب هرمون الكالسيتونين اهميته، هو من اسمه كالسيتونين، يعني في كلمه كالسيوم، يبقى اذا بيضبط لي مستوى الكالسيوم في الدم. عندي بعد كده البنكرياس، ده بيوجد بين المعده والامعاء الدقيقه، بيفرز هرمونين، هرمون الانسولين وهرمون الجلوكاجون، الاثنين عكس بعض، ولذلك البنكرياس غده مزدوجه الوظيفه. الانسولين بيخفض لي مستوى سكر الجلوكوز في الدم للمستوى الطبيعي، اما الجلوكاجون بيرفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم، يبقى واحد بيرفع والتاني بيوطي.
عندي بعد كده الغدتان الكظريتان، دول مكانهم اعلى الكليه، بيفرزوا هرمون اسمه هرمون الادرينالين اللي هو البخ. يعني ايه بخ؟ يعني لما حد بيخوفك او حد بيقول لك بخ بتخاف، لما بتخاف الهرمون ده هو اللي بيكون افرز في جسمك، عشان كده بتحس بالخوف. هرمون الادرينالين ده طبعا بيحفز اعضاء الجسم للاستجابه لحالات الايه الطوارئ. عندي بعد كده الخصيتان، بتوجدان داخل كيس الصف خارج تجوف الجسم، بيفرزوا هرمون اسمه التستوستيرون. مهم قوي الهرمون ده، ده مسؤول عن ايه؟ يجي يقول لك اهميه هرمون التستوستيرون، هتقول له مسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الذكور. الاهميه دي مهمه جدا، بتيجي في الامتحانات كتير. عندي بعد كده المبيضان، دول بيقعان على جانبي الجدار الخارجي للرحم، ودول بيفرزوا هرمونين، اول هرمون اسمه الاستروجين والهرمون الثاني اسمه البروجسترون. الاستروجين ده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الاناث، اما البروجسترون تحفيز عمليه نمو بطانه الرحم. عندك بيصاب الانسان بالامراض مثل القزامه العملاقه، البول السكري، الجوتر، نتيجه زياده او نقص افراز الهرمونات، وما يسمى بالخلل الهرموني. طيب كده بنكون خلصنا او قدرنا ان احنا نلف لفه سريعه على منهجنا كله من الاول للاخر، ونفكرك ببعض الحاجات المهمه اللي فيه. ما تنساش تضغط لايك للفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في الامتحانات، وما تنسوناش بدعوة في ظهر الغيب. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.